English or Coptic? Whatever. I'll rabbi from Hebrew. من الليل يا كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون اسمو بجويس فول خني في اوي الليل يا اسمو رف خني تشوسي praise him all his angels الليل يا praise him all his Ezmoer of Birin and Beyo Elloyas, Moer of Neseo Tiro and Tebio Oini. Praise him, you heavens of heavens, Alleluia, and you waters above the heavens. Maro Ezmo Tiro Eferane, Meb Choice, Alleluia, Genthov of Goso of Shobi. Ordered and they were created, Alleluia. He established them forever and ever. Of Cohen, oh, no, and if seen, Alleluia, Smoab, Trosseval, Henebakahi. You great sea creatures and all the depths, Alleluia, fire and hail, snow and clouds and stormy winds, fulfilling his word. Nithirion, Nith of Noitiro, Alleluia, Nichat, Nichatvin, Halatito, Kings of the earth and all people, Alleluia, princes, all the judges of the earth. Anchil Shirin, Mahan Barthenos, Alleluia, Ancheloin, Mahana, Alu Owi. Before Nevon Shabijen, Ebkahin, Eneherichen, Edveel. Not just in Tabin, Emirashkin, or Tibif Leos. The praise of all his saints, Alleluia, the children of Israel, a people near unto him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Go emeb choice, Echen, O Gomveri, Alleluia. Let Israel rejoice in their make, Alleluia. Let the children of Zion be joyful in their king. Maro esmo erofen je, maro esmo ebe feraneth owe bechenu uchoros, Alleluia. Cheno kem kem nemo psalm tirion maro erebe salin hero. For the Lord takes pleasure in his people, Alleluia. He who brings me in midst of them. Let the high praises of God be in their mouth, Alleluia, and a two-edged sword in their hand. To bind their kings with chains, Alleluia, and their nobles with fetters of iron. Alleluia, الله في جميع قديسي الليلويا اسمو ويروف خن بي تاغرو انت تمقوم الليلويا سبحوا على مقدرته الليلويا اسمو ويروف كطيب عشاي انت تمبنشتي الليلويا سبحوا بصوت البكاء الليلويا اسمو ويروف كنو بصالتيني يونمو كيثارا الليلويا سبحوا بدفوف وسفوف الليلويا اسمو ويروف خنان كابنم أورغانون الليلويا سبحوا بسنوجن حسنة الصوت الليلويا اسمو ويروف خنان كنظالون نسيت الليلويا
كل نسمة فلتسبح اسم الرب إله هنا الليلويا زوك سبت ريك أيوك أجي ابن ماتي الليلويا كنين كأيك إستوس أونستون أونن آمين الليلويا 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 دوك ساسي أوسي أوسي مون الليلويا 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 بيئو أوفا بنوتي بي الليلويا ليسوني ماسوسي أوسو باتيرو بانتوكراتور بشوي سنوات انتينيقوم شوبينيمان ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والكل المجد لنا كريستوس يسوس بن شوي ليل بلوغيتي بروسف شيستاسيتي ايرن باسي كتم ناتي متن تطفن بري الناس نايم نايت النوتي وتن بنشوي سو بن نوتي وبن سوتيري سو اسبي كريستوس جابرس كي باد نيجونا بير فويس نيم نبريرون افشوت نيم نبتيات نبتي تتين وانتن شاري يطا ايونو ساين ثوفو مارين تيرو بوس نبريرون خن باي ثو بان هتيرون تبنون خن هرين نبن جابي بان توكراتور بشويس بنوتيم بروسفكسا ستي كيريليسون سيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا أتيت بنا إلى ذي الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي من المصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب سأطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائري شعبك عن هذه الكنيسة عن موضعك مقدس هذا الصالحات النفعات ارزقنا يا أنت الذي أعطيتنا السلطان
ندوس الحياة العقارب كل قوات العدو. كيرليسون بخريستو أوز بنو أوتيتون في فول خني إثمو تنثب بتابر انتني طاب نكون بون اف کف خن بی ایم ها اف کتانی اسمی ام بروفی ایتی کن خن بی ما شم تن ایهو بخرستوسا نستی اک نکرون شرن ماری Cherom bi etne sosti etas misina ne mevnoti pilogos sherene mare eyecheno shere ef web sherene mare yethmav emvi eth web shere mi chei il pinestien arsi angelos Jesus Christus in Sav, Nympho, Enthof, Enthof, Benem, Shah, Enechen, Oebus, Tassis, En, O, Oten, O, Stemmov, Tenti, O, Na, Febo, O, Tenti, Hirini, Moina, Aninte, Ente fez moeron tiren, ente ftuvo e, ene neden deftalet chun nishon ente ne ne psishine, ne ensomaten ostem moko be, Christo os nembe kioten agatos nembe bnevma et oweb je akton kek soti emon nainan. Levlogite ebe brosevke stasite ireni basi evmat e so aidan fanasarallahu davital kol abu rabbina wa ilahna wa mukhallisna yesu al masih نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب نفوس عبيدك أبانا وأخواتنا الذين راقدوا اطلبوا أنا بين أخواتنا الذين راقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب أبانا القديسين رؤساء لصقفة أبانا لصقفة أبانا القمامسة وأبانا القصوص وأخواتنا الشمامسة وأبانا الرهبان وأبانا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا الرحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب تفضل يا ربنا يحن نفوسهم جميعا
في أحضاني بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علوم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهدي في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشرين ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان رحقهم تواني أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل يا رب نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين. يا رب ارحم. في هذه الليلة بها خطية مبارك أنت يا رب إلهنا بينا وتزايد بركة واسم القدوس مملوء مجدنا لابد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لأن كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطين طعام في حينه. اسمعنا يا رب وخلصنا لك أكثر أرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمنا عدلك، مبارك أنت يا رب نعرفنا حقوقك، مبارك أنت يا رب أرني بريك يا رب رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من الجيل إلى جيل. أنا طلبت ضرب وقلت ارحمني وخلصني فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك خلصنا ولأن أصنع مشيتك، لأنك أنت ولاية وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعي النور. فلتتح ملكة الذين يعرفونك وبرك المسكين القلوب، لك تكبر البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جاد الاعتراف الرب تأتي لاسمك العالي أن يخبر محطتها تحقق في الليلة. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who is crucified for us, have mercy upon us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, who rose from the dead and ascended to the heavens, have mercy upon us. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Holy Trinity, have mercy upon us. Holy Trinity, have mercy upon us. Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit the sick of your people. Heal them for the sake of your holy name. Our father and brethren are fallen asleep. O Lord, repose their souls. O you without sin, Lord, have mercy on us. O you without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is the glory and the dominion, triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. Allahumma ja'al mustaqin kullu shukra bain alladhi fis samawat. Christos, Jesus, Ben, Trey, Samina, Lulia, Sherine, Tentios, Otum, Barcelona, Sincero, Vin, Timis, Notis, Movin, Bechristos, and your own Tebros, Sheep, Shoy, Haber, Shirim, Evri, Tentican, and Novin, Olivon. Oin in tav mi be Christos ben noti ti barsenos is oel. Mati oe pshoi seri egon in vernum nanefstinius jens of canon novin alevon. Ti barsenos mariam ti theotokos oap ti prostati seten un tevin gonsit metromi. Erebres vevin ere egon naharem be Christos heva daropos and tevlaut nanebuke volentenen novi. Sherene oti. Υπάρθε νοστι όρο εμμή εν άλλη εσύνη
بشوشو انت بنجنو ساري اغبونان ان امانو تنتي اواري بم بيوتي بروستاتي ستنا وتنارم بن شوي سيسوس بخريستوس انت فكان النوفي ناني بول حينئذ امتلا فمنا فرحان ولساننا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات. He has abolished death by his might and made life shine upon us. He is the one who has descended to the lower parts of the earth. بواب الجحيم رأوه وخفوا وأهلك طلقات فلم تستطع أن تمسكه. He has crushed the gates of brass and broke the bars of iron and brought out his chosen ones with rejoicing and with joy. وأصحدهم معه إلى العلو إلى مواضع راحته خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم. Therefore we are rich with perfect good thing and in faith we sing saying hallelujah 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 يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. كل زينة مريم في السماوات العلوية عن يمين حبيبها تطلب منه عنا. As David has said in the book of Psalm, the queen stood at your right hand, O king. سليمان دعاها في نشيد الأنشط قال أختي وحبيبتي مدينة الحقيقية أورشليم. He has given a symbol of her in many high names saying, come out of your garden, O choicest aroma. معذرة الملك الحق قد هي السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. We ask you to remember us, our faithful advocate before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. عند قيامات المسيح توجدت النسوة حاملات الطيب وطلبنا باجتهاد فظهرنا لهن ميخائيل. The appearance became illuminated and his clothes became white like snow. فأجاب وقال للنسوة حاملات الطيب أن الذي تطلبناه قد قام وليس هاهنا. Now go quickly tell his apostles he has risen from the dead as he said to you. افرحوا لأن الذي صلب قد قام وسيسبقكم إلى الجليل هناك ترونه قد قلت لكم. Great is your honor, I'm called head of heavenly, for you preach to us the resurrection of the Lord. أيها المسيح ملك المجد المصلوب عنا قد قمت من بين الأموات ومنحتنا بهجتك. Intercede on our behalf and accept the resurrection. Call the head of the heavenly that he may forgive us our sins. شبين سور سمسيقون خن متشوسي تركين خيطو وتنشيس النفتي
Serentis auto cosito yem barseno sensei onefin. Meti omfetari mes ben sotid en agathos et avoli en achise volaharon nefin lente vihirini. Sherene oti barsenos teoro emina elisini. Sherep shoshon te bengenos ekvonan emmeno il. Enti oari bamme bioti porostati. Narin ben choices was Becherestos and Tefken in Novina Nevon. We exalt you, O Mother of the True Light. We glorify you, a saint that the altar cause for you brought forth unto us the Savior of the whole world. He came and saved our souls. Glory be to our Master, our King Christ. Pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him. We glorify him. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء تأنس فعنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء الذي ليس مكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيم بصق من الآب نسجد له لمجده مع الآب والابن ناطق في أنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جاية مع رسولي نعترف مع مدية واحدة لمغفرة الخطايا Stasi sentenierev mot nempion gente biones neo mi evnotinainan sesh onai eron sheni Tevol Haron Jem Ben Shini Chen Bek Ugai Ohkan En Novinan Evol Min Kirie Leison Kirie Leison Kirie Leison Shlelev Logite Irini Pa Asi ketob nevmati Master the Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord, have mercy. Remember also, Master, all those have bidden us to remember them in our supplications and prayers which we offer up unto you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, propose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Alleluia, alleluia, Isos bechristos ebor.
انت بوافتون فيفول خني اسموت خن بيو اما شمت الليلو Sitte meta vovo theo cosment agio evangelio. In Jephthah neo can have run him of choice in Tenegom, Kiriev logisonak to kata lokan ageo evangelio tanagnos ma. Noxa si kere. خوف الله لسماع الإنجيل المقدس فاسم بشارة الإنجيل لمار معلمنا لوكا البشير بركاته على جميع شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن أورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيرم بنوتي تأنخ بيؤو نفشايني بيؤو فا بن نوتي بي نقصاسي كيريا نبي بركاته على جميعنا امين بالنهار يأمر الرب برحمته وبالليل يظهر توكلي على الله فاني اعترف له خلاص وجهي والهي هللويا مبارك الاتي باسم الرب الى القوات ربنا والهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد ولما قرب من أريحا كان أعمى جالسا عند الطريق يستعطي فلما سمع بجمع المجتاز سأل ما هذا فأخبروا يسوع الناصر عابرا فصاح قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فنهر المتقدمون ليسكت أما هو فكان يزداد صياحا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه فلما قرب منه سأله ماذا تريد أن أصنع بك فقال له يا رب أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد خلصك فلو قته أبصر وتبعه وهو يمجد الله والشعب جميعه لما رأوا سبحوا الله المجد لله Maro Oten
جيبيوت نمبشي رينم بيبنى وما إس أوابت ريس جيك فول تن أوشت موس تنتي اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا بين الذي في السماوين. تتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن هذا زبلنا علينا ولا تكلفنا. برستوس بن شوين. تسكي فلاسيمون تكريك لناتي. نوبيون سو كيرين. روز كومنتيا متفوف امين. ايريني باسيم. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطة خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيي الذي نفخ فجأة تلاميذ القديسين ورسل هار مكرمين وقال لهم اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطيهم غفرت لهم ومن أمسكتموا عليهم أمسكا أنت الآن أدنيا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت يا رب الذين عملون في الكهنوت لزمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض رب تحل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أنا عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي نحن رب المنحنيين برؤوسنا من مجدك المقدس أرزقنا رب رحمتك واقطع عننا كل ربطات خطايانا إن كنا رب أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بصغر القلب أنت يا سيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم إنم علينا بغفران خطايانا طهرنا باركنا حالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك وقوانا المقدسة لك أنت هو إلهنا بك المجد والإكرام والعزة السجود الآن وكل أندر كلها آمين. مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون مين الليل ويدك سبتري كيوك أجيب نفماتي كنين كأي كستوس إونستون إونن آمين تن أشيفولين جاوبن شويس يسوس بخريستوس بورو انت ابو وافتن في فولخني اسمو ادخن بي اهو اماش صوتي امونو ونينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغي سون امين اسمو ارويز مو ارويز تيمتاني إيفول كون بإزمو بخريستوس بنوتي أمين سشوبي إبقور انت تهريني مينان انت كريني سمنان انت كريني كالنوب بناني فوجي سوك تاتي قومنا بيقونا بيزمونا بأما إشاني أمين O Lord, make us worthy to pray to you thankfully our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread as we forgive those who trespass against us, and lead us not to temptation, but deliver us from evil. Through Jesus Christ our Lord, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. سلام الرب يكون مع جميعكم.
خريستوس أنيستي، كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله على السلامة. فرحانين جدا ان ربنا ادانا فرصة ان احنا نعيش تاني مرة تانية المؤتمر الروحي مع أبينا المحبوب قدس أبونا داود لمعي. نشكر قدس أبونا ان هو بيفرحنا دايما وبيجينا من مصر، بيجينا هنا آخر الدنيا وبنقضي وقت حلو معاه، بنستناه من السنة للسنة، بنتمتع فيه بخبرات روحية وبنعمة روحية حلوة. البرنامج في البوكلت، والبوكلت السنة دي احنا عاملينه إلكترونيك زي السنة اللي فاتت، في كيو آر كود بره، لو عملت سكان للكيو آر كود هتقدر تنزل البوكلت وفيه البرنامج. احنا عندنا عشيتين النهاردة، كانت عشية وفي بكرة عشية، عندنا قداسين السبت والحد، والمحاضرات زي ما هي موجودة في البرنامج. عندنا برضو محاضرات بالانجليزي، النهاردة في محاضرة بالليل وفي بكرة محاضرة بالليل برضو، زائد كمان في محاضرة زيادة بكرة في نص النهار كده على الساعة اعتقد 2:30 هيبقى في محاضرة الساعة 2:30 بكرة، في محاضرة للتينز اللي هم فوق 11 سنة، دول هيتقابلوا مع قدس أبونا وهيبقى في محاضرة برضو بالإنجليزي. في بعض التنبيهات بس نقولها، ان احنا السنة دي عندنا الريست باند زي ما انتوا عارفين، مهم ان كل واحد يجي يعمل ريستريشن ويكون عنده ريست باند الدخول للقاع بالريست باند، ويعني ياريت كلنا نلتزم بالنظام لفايدتنا كلنا. أثناء طبعا المحاضرات احنا في عندنا مجموعة من الخدام محضرين برنامج واخدوا وقت فيه، يعني تعبوا جدا في تحضير البرنامج السنة دي، لان كان من ضمن الكومنتس يعني السنين اللي فاتت ان البرنامج بتاع الاطفال ما كانش فيه إليمنت روحية، يعني ما كانش فيه دروس روحية. فالحقيقة هم تعبوا وحضروا حاجات وكرافتس وحاجات جميلة للاطفال في الفترة اللي فيها المحاضرة. رجائي أرجوكم أن لما تخلص المحاضرة نجري بسرعة ونجيب أولادنا علشان نريليف الخدام، لأن هم بيكونوا على آخر الوقت، يعني بيكونوا تعبوا ويقدروا أن هم يريحوا علشان يقدروا يكملوا في المحاضرة اللي بعديها. بنطلب من حضراتكم أن احنا الموبايلات طبعا نطفيها أو نخليها سايلنت أثناء المحاضرة، ويعني احنا هنا في الرولز حاطين ان في يعني فاين لو في تليفون ضرب، فاحنا مش عايزين نلم الفاين دي الفاين الحاجة الوحيدة اللي احنا مش عايزين نلمها المرة دي يعني. فكلنا نخلي التليفونات اوف او سايلنت بليز. احنا برضو الريست بانز ملونة حسب القاعات الاكل، فكل واحد حسب لون الريست باند هيروح قاعة أكل علشان نوزع نفسنا على قاعات الأكل. الميلز ديت للفول تايمرز، بالنسبة للفيزيترز أو الداي فيزيترز الأكل ممكن يطلبوا أكل من الكانتين. الاسكاونتس عاملين كانتين حلو خالص وعاملين آيتمز كتيرة، وممكن تعمل اوردر اونلاين، في برضو كيو ار كود بره للمنيو بتاعه الاسكاونت، وممكن نعمل اوردر اونلاين. لو اللي محتاج بوكلت، احنا عندنا كميه يعني محدوده للبوكلت موجوده للي عايز نطلبها من الريستريشن يعني. وبالنسبة للأوردر اللي مش هيقدر يعمل أوردر أونلاين يروح لهم هناك في المطرح بتاع الكانتين ويقدر يعمل أوردر هناك. متهيألي دي كل التنبيهات، وبالنيابة عنكم أنا بنشكر قدس أبونا بوجوده معانا، ونشكرك قدس أبونا وربنا يخليك لينا ويديم كهنوتك. خريستوس أنيستي، وحشتونا. كل سنة وأنتم طيبين. بشكر أبونا الغالي أبونا إلايجا، وبشكر كل أباء ملبورن، بشكر أبونا حبيب
أبونا آيزك وكل الآباء المشجعين، وكان لي فرصة أقابلهم امبارح أول ما وصلت، وبفرح إن أنا بشوفكم، بس هو لسه ظهر الناس إيه في السكة، يعني فرصة بقى ناخد راحتنا، درس خصوصي. عندنا تسبيحة جميلة بنقولها في طول فترة الخمسين المقدسة، بتمنى كل ولادنا يبقوا حافظينها عربي وإنجليش، يعني أنا أعرفها عربي. حينئذ امتلأ فمنا فرحاً ولساننا تهليلاً، لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات بقوتي، قالت وجعل الحياة تضيء لنا، وهو أيضاً زي مضى إلى الأماكن أسفل الأرض، باب والجحيم رأوه وقفوا وأهلك طلقات الموت، فلم تستطع أن تمسكه، سحق الأبواب وكسر المتاريس الحديد، وأخرج مقتري بفرح وتهليل، وأصعدهم إلى العلو إلى مواضع راحته، خلصهم لأجل اسمي وأظهر قوته لهم، فلهذا أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان قائل هللويا 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 هللويا، يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات، ارتي ارتي نعب نم ببيوت نم ببنى وما اثو وبيس جنتينو. ناخد شوية اسئلة. سؤال بيقول ما اهمية الصلاة وذكر الإنسان الذي رقد في القداس؟ هو بيسأل مش على الصلاة جنرالي، بيسأل عن الصلاة من أجل الراقدين. أولا هي تعليم كتابي، بمعنى القديس بولس ترحم على واحد من أصدقائه اللي جم زاروه في السجن، في سجن روما، وبعدين هو مروح مات، يعني اسمه أنيسيفوروس، ويعتقد في التقليد الكنسي أنه واحد من السبعين رسول، فكان من حبايب بولس اللي زاروه. الفويس ممكن نعطي شوي. زاروه في السجن وبعدين تنيح، فقال يعطيه الرب رحمة، فهنا فكرة يا رب ارحم أو نطلب الرحمة لحد، ده كلام الإنجيل، لأن في بعض الناس بتعتقد أنه ده غلط، خلاص اللي مات ده ما حدش يطلب له حاجة، مصيره تحدد. طب والإنجيل غلطان؟ الإنجيل خلى بولس يقول يعطيه الرب رحمة، يبقى اللي بيحب حد والشخص اللي يروح السماء هنفضل نصلي له وران يا رب ارحمه. ده مش معناه أنه ضروري صلاتي هتنقل واحد من الجحيم للفردوس، زي ما احنا بنصلي للمريض مش ضروري يخف، في إرادة إلهية، لكن صلاتنا لها مكان عند ربنا، لها اعتبار،
لأن إحنا أولاده وهو علمنا أطلبه تجده، لكن مش لدرجة نعكس مشيئته، يعني إرادته لأنها صالحة كاملة يبقى مش هنغير إرادته الكاملة. فربنا علمنا نصلي ونصلي البعض. كمان عندنا مفهوم تاني، هل اللي مات انتهى؟ هو موجود، لأن المسيح نفسه دافع عن قضية أن ما حدش بيموت. لما جوم الصدوقين يضحكوا عليه ويقولوا له يعني الست اتجوزت واحد مات وبعدين خدت أخوه عشان تجيب عيال، وخدت أخوه خدت أخوه خلصت على السبعة، هتبقى مرات مين في السماء؟ بيضحكوا يعني، بيتريقوا على فكرة القيامة، لأن الصدوقيين دول كانوا يرفضوا فكرة القيامة والأرواح. قال لهم أنتوا الضالين تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وقال لهم ربنا لما كلم موسى قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليس إله أموات بل إله أحياء. إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا ماتوا، لكن ربنا بيقول أنا إله إبراهيم، وقال ربنا إله أحياء، الجميع عنده أحياء. ده كلام المسيح نفسه. إذن طالما اللي سافر السماء لسه عايش من الناحية الروحية يعني أو النفسية، نفسه ما ماتت، يبقى لسه في كونكشن، لسه المحبة مستمرة. طب نخدمه إزاي؟ ما فيش غير الصلاة، هم يصلوا لنا وإحنا نصلي لهم. ده ببساطة إيمان الكنيسة، ودي صلوات قديمة جدا، صلاة الراقدين دي أو أشيط الراقدين، ده تعليم كنسي قديم، والقديسين اتكلموا عن الصلاة من أجل الراقدين. البعض اعتبرها كمان بتكمل توبة الشخص اللي انتقل. يعني ايه؟ أديكوا يعني مثل يمكن يقرب الفكر. يوم ما جم أصحاب المفلوج شايلينه، هل المفلوج عنده إيمان ولا أصحابه عندهم إيمان؟ الناس شالوا الراجل ودلوه من السقف وعملوا مجهود كبير. يقول الكتاب لما نظر إيمانهم، ما حددش إيمان مين، إيمان المريض لأنه كان ممكن يرفض يتشال ويتبهدل، وإيمان الأربعة اللي شايلينه لأن هم عاوزين يوصلوا للمسيح بأي طريقة. فهنا الأباء قالوا إن المريض أحيانا يكون محتاج مساعدة عشان يوصل لربنا، وهكذا دور الكنيسة بتساعدنا، بتكمل توبتنا. صلوات الكنيسة بتكمل صلواتنا الشخصية، لأن احنا أعضاء في جسد واحد. عشان كده انتوا يمكن ما تعرفوش في طقس في الكنيسة القبطية رائع جدا، إن أبونا سرا يدي الحل على جثمان المرحوم. يعني أبونا بيرشم الصليب وبيصلي صلاة التحليل للشخص المنتقل كأنه لسه معترف، على اعتبار أنه ممكن بقاله مدة ما اعترفش أو لسه عنده نقائص، بس أبونا بيديله الحل عشان لو كان عاوز ربنا وسكته للسماء يبقى الكنيسة كمان زقت الزقة الأخيرة. إحنا عندنا تعليم تراديشنال يعني من الأباء الرسل، لا خلاص خارج الكنيسة. يعني الكنيسة ليها دور في خلاصك مش أنت بس، فده يعم على كل شيء. لأن في واحد يقول أنا صلاتي مني ربنا وخلاص، طب والقداس؟ هتعمل قداس لوحدك؟ طب والاعتراف؟ مش هتيجي تعترف؟ طب ومشاركة الكنيسة؟ الكنيسة ليها دور في خلاصك. ففكرة أن الواحد يخلص منه ربنا دي فكرة غربية دخلت في القرن الستاشر، لكن 16 قرن كل المؤمنين فاهمين أن ما يقدروش يروحوا السماء إلا من خلال الكنيسة كجسد للمسيح. وكان التشبيه البسيط بتاعها الفلك، أنه مهما كانوا مؤمنين بربنا كانوا محتاجين يدخلوا الفلك عشان يعيشوا. لو كل واحد صدق ربنا وما دخلش الفلك هيموت برضه. فيبقى هنا الكنيسة ليها دور. سؤال تاني بيقول بالنسبة لقداس العيد، عاوزين قداس بدري للأطفال، ربنا معاكم، أنا يعني ما بدخلش في الحاجات دي.
هو طبعا اصلحنا شعبنا شويه ايه شقي يعني، فيقول لك انا هحضر قداس الاطفال عشان افطر الساعه 8 بالليل بدل ما افطر 12 بالليل، وانا برضو طفل يعني، فيعني في حركات كده ما بنخلص ساعات منها. كل كنيسه تشوف برضو يعني الاحتياجات شعبها، لكن يبقى مجمع الابرشيه متفاهمين عشان ما تبقاش في فرديه. اللي يتعب الكنيسه انه اي شخص يشتغل بدماغه لوحده، لكن اي قرار يطلع بروح الكنيسه كلها خلاص مقبول، وفي تعديلات بتحصل بسيطه بس يتفق عليه عشان ما يبقاش واحد ماشي بدماغه يمشي الناس وراه وخلاص. سؤال كمان، طبعا القداسات الاسبوعيه ممكن تبقى في قداس للاطفال عشان يبقى سريع شويه، يبقى بنركز على الالحان اللي الاطفال حافظينها، يبقى حتى القرايات ممكن الشمامسه يشرحوها او يحكوها، السنكسار ممكن يبقى حكايه، فيبقى قداس الاطفال يعني قريب لقلبهم. ما معنى أولاد الله رأوا بنات الناس أنهن حسنوات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا؟ تكوين 6. أباء الكنيسة كلهم فهموها أنه إيه أبناء الله وإيه بنات الناس. أبناء الله هم الخط اللي ابتدى آدم وكان هابيل، وهابيل اتقتل فكملوا شيث، الناس المؤمنين بربنا، شيث اللي جه منه نوح بعد كده، ده الخط اللي ايه اللي كان لسه فيه ايمان. قايين خد خط تاني وثني من بدري، الوثنيه بدات في قايين بعد ما قتل هابيل، بعد عن ابوه، وطبعا كان ادم وحواء جابوا بنات كتير واولاد كتير، فكانوا الجيل الاول بيتجوز من بعض. فقايين جاب ولاده بنات، البنات دول كانوا حلوين لكن وثنيات، فلما أحفاد شيس اتجوزوا من بنات قايين كل الناس مشيت غلط، فده بداية الطوفان لما ربنا لقى ما فيش حد خالص يعرفه غير عيلة نوح بس، بسبب الميكسد ماريجز بين البليفرز والنون بليفرز. وعشان كده الكتاب بيقول ليس شركة بين المؤمن وغير المؤمن، لأنه لما ولاد ربنا ارتبطوا ببنات الناس، بنات الناس يعني بنات ما يعرفوش ربنا، في الآخر مين اللي غلب؟ بنات الناس، خدوهم ناحيته، فما فضلش من أولاد شيس اللي مؤمنين بربنا غير نوح ومراته والثلاث أولاد ومراتاته، الثمانية دول هم اللي دخلوا الفلك وابتدوا حقبة جديدة أو جيل جديد من المؤمنين. فده تفسير يعني ايه ولاد ربنا اتجوزوا من بنات الناس. احنا لغايه دلوقتي في لغتنا لما يجي شاب يقول عاوز اتجوز واحده بنت ربنا، مش كده؟ بنت ربنا يعني ايه؟ يعني بنت الكنيسه وعندها ايمان، وهي تيجي تقول هو ظروفه ضيقه بس ابن ربنا، يبقى ابن ربنا دي معناها بيرجع لربنا، كبير ربنا. لكن ولاد الناس يعني ايه؟ عشان كده أنا مش بحب لما الجدات بالذات تقول لك أنا عاوزة حفيدي ياخد واحدة بنت ناس، يقول لها لا ياخد واحدة بنت ربنا. إيه بنت ناس؟ هم ما هل طبعا لازم هتبقى بنت ناس، هم هياخد قرد يعني، ما هو لازم. أتمنى يكون قلبي كامل أمام الرب. إزاي يكون كامل؟ نقاوة القلب طلب روحي حلو، يعني الواحد مفروض طول حياته يطلب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، ده طلب حلو، لأنه كلكم حافظين الآية اللي بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ونقاوة القلب بيعتبروها القديسين درجة عالية، اللي هو القلب اللي ما يشيلش من حد وما يزعلش على حاجة ويحب الناس كلها حتى الأشرار، ويبقى بسيط زي الأطفال وما يشتهيش شهوات الدنيا، ده قلب نقي يعني خالي من الشهوات والأطماع والكراهية والزعل فدي ده مستوى عالي.
لكن يجي بالصلاة كتير ويجي بالجهاد أن الواحد يقاوم أفكاره، يتحدى الحاجات الوحشة اللي جوه قلبه. وكده الأسئلة تكفي 3 أيام. فإيه أحيانا بصلي لكن مش عارف ده صغر نفس، إيه علاقة صغر النفس؟ صغر النفس معناه الواحد يحس أنه مرفوض أو قليل أو فاشل أو أصغر من كل حاجة. وصغر النفس يجيب معاه خطائها، يجيب يأس، يجيب كآبة، يجيب عصبية، يجيب حقد على الناس. اللي شبهه شوية بس ما يجيبش خطايا التواضع. الواحد يحس أنه أصغر من الكل لكن بيحب الناس كلها، بيبقى عنده سلام وعارف أن ربنا قبله زي ما هو. عشان كده لازم نميز بين صغر النفس والتواضع. لو أنت حاسس أنك قليل حطها مع ربنا تبقى تواضع، تبعد عن ربنا تقلب صغر نفس. عشان كده دايما نقول عاوز تعرف أنت تواضع ولا صغر نفس، كلمتين: عندك سلام وعندك محبة تبقى متواضع. فقدت سلامك ومش عارف تحب الناس تبقى صغر نفس. الاثنين مشتركين في إحساس الصغر، inferiority يعني low self esteem، ده إحساس وحش. لكن اللي يوزنه زود المحبة والسلام يبقى أنت رايح ناحية التواضع، وده يحميك وده يخليك آخر الكل وأصغر الكل لكن مش زعلان، مش متضايق، مبسوط، ربنا بيحبك زي ما أنت. ودي مشاعر القديسين. يعني إزاي بولس يقول كأنه للسقط ظهر لي أنا أصغر جميع الرسل، ويقول الخطاة الذين أولهم أنا، هو مقتنع باللي بيقوله. ده مش صغر نفس لأنه واضح في شخصيته ثقة بالنفس، لكن ده تواضع، حاسس كل الناس أحسن منه لكن عارف أن ربنا بيحبه وعنده سلام وعنده محبة للناس. ليه المسيح كان بيطلب حاضر أن تعبر عنه هذه الساعة؟ بصوا جماعة، ربنا يسوع إنسان حقيقي زي ما هو إله حقيقي. فربنا يسوع عنده مشاعر زينا، عنده مشاعر زي ما بيجوع ويعطش وينعس، بيتألم نفسيا. يعني أي حد فينا لما حبايبه يخونوه أو يخزلوه أو يسيبوه أو يلاقي أن الناس اللي بيحبهم أو يقلبين عليه اللي هم اليهود، بيصعب عليه نفسه. فربنا يسوع كشف عن مشاعره البشرية الطبيعية، وبعدين داخل على محاكمة ظالمة جدا وعلى عري وعلى ضرب وعلى إهانات صعبة هو شايفها قدامه. فدي كاس مرة، زي واحد داخل على علاج عارف انه هيتوجع فيه قوي، فبيبقى عنده احساس يا رب ما بلاش. وبعدين يرجع يقول ايه؟ لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الاباء قالوا هو مشاعره حقيقية من الناحية البشرية لانه انسان فعلا، مش بيمثل انه انسان، هو انسان. الامه حقيقية ان كانت نفسية او جسدية، دي الام حقيقية. عشان كده يقول فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عارفين لو ربنا يسوع ما تألمش الألام النفسية، كالواحد يقول له أنت مش حاسس بي، يقدر واحد يقول له أنت مش حاسس بي؟ ما يقدرش، لأن يقول له لا يا حبيبي أنا حاسس بيك لأني اتظلمت أكتر منك ولأني اتهنت أكتر منك واتخنت أكتر منك، فأي حاجة أنت فيها أنا حاسسها. يبقى تألم حقيقة. الحاجة التانية بيعلمنا السلوك المثالي، إن لما تضغط جدا نفسيا من حقك تقول له شيل عني الوجع يا رب أو شيل عني الكاس، لكن ترجع تقول إيه؟ لا مشيئتي بل مشيئتك. ده الشكل المثالي، إنه إيه؟ أنا في الآخر يا رب أعمل اللي أنت عاوزه.
بعد ما عبرت عن وجعك وعن مشاعرك وعن اشتياقك ترجع تقول تاني أنا إيه؟ أنا رب مسلم. لكن هو نفسه عشان يأكد لنا أنه ما جوهوش صراع بالمعنى الحرفي قال من أجل هذه الساعة قد أتيت، يعني هو جاي عشان الألم ده، هو اللي مرتبه كمان. معلش الورقة اللي تبقى صلاة اكتبه عليها صلاة عشان أخدها معايا، السؤال يفضل سؤال عشان ما نخلطش الورق. الحياة المادية صعبة جدا في استراليا وفي مصر يا حبيبي وفي كل حتة. الحياة المادية دلوقتي بقت ربنا يرحم العالم كله، مش عارفين نغطي المصاريف، نشتغل كتير، مفيش وقت لربنا. لا أنا أقول لك حاجة، وقت ربنا يدي بركة في بقية الوقت، وده مش كلام نظري. يعني لو صليت كويس أو قريت الإنجيل حلو أو حفظت على القداس كل أسبوع تلاقي الوقت فيه بركة، فاللي كنت بتعمله يخلص أسرع من العادي. والعكس بقى، لو لغيت الصلاة والإنجيل والقداس بحجة إن ما فيش وقت تلاقي الأسبوع لو ما نمتش مش مكفي لأن ما فيش بركة. نفس فكرة العشور، تقول الفلوس ما تكفيش، طلع العشور تلاقي في بركة، وأكتر من العشور لو أنت ناصح فتلاقي البركة بتزيد. تقول لا بالعقل ما تمشيش، مش هطلع العشور لأنه ما يكفيش، مش هتكفي لأنك حرمت نفسك من البركة. فنفس فكرة الوقت، فكرة الصحة، فكرة الفلوس، حق ربنا إحنا اللي كسبانين منه، مش ربنا اللي كسبان. هو ربنا ناقصه حاجة؟ إحنا اللي كسبانين لما بندي ربنا وقت أو صحة أو أي إمكانيات بناخد أضعاف على طول. يبقى الواحد كسبان من العطاء. ليه ربنا لعن شجرة التين الأول؟ عشان أنا السؤال ده قابلته كذا مرة في أسبوع الألم. شجرة التين مش بتحس، فما تزعلوش عليها قوي، لأني فوجئت في تعاطف شديد السنة دي مع شجرة التين، والناس صعبان عليها وزعلانة من ربنا. دي شجرة في الآخر، شجرة، فيعني هو مقصود طبعا المعنى اللي وراها مش الشجرة. المعنى كل الآباء فهموه أن هي منظر على الفاضي، لأنه كان بيقول كان في وقت الإثمار، يعني الطبيعي كان يلاقي كم تينة يأكلهم، لأنه يقولوا جاع يسوع فلقى شجر التين، راح لها لقى ورق، ما لقاش ولا تينة ولا ثمرة، فقال لا يكون فيك ثمر فيما بعد. معناها ببساطة بلاش يبقى الواحد منظر، لأن الأمة اليهودية متدينة قوي بس منظر، ما فيش تقوى، ما فيش حب، ما فيش روحانية. فكان مقصود اللعنة دي تصب على الأمة اليهودية اللي زي ما قالت أشعياء، هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. يعني إيه؟ الناس دول منظر، عندهم طقوس وعندهم التزامات عالية وأصوام وحرفيات وفريسيين ويعشرون النعناع والشبت والكمون، وفي الآخر يأكلوا بيوت الأرامل. فده الإشارة لشجرة التين، أن ربنا زعل خلاص من اليهود وخدوا فرص كتير، وقال معاد اللي إيه خلاص كده no more يعني، فلا يكون فيك ثمر فيما بعد، يعني ماتت الشجرة خلاص، انتهت فرصتها. وده كان نهاية علاقة الله بالشعب اليهودي اللي رافض الإيمان. في بقية طبعا بترجع بالإيمان. إيه النصيحة لزوجين بقالهم 15 سنة متزوجين؟ أولا نحييهم أن هم 15 سنة ناجحين مع بعض، دي حاجة كويسة في الزمن ده. الغريب أنه في البلاد دي والغرب عموما بيستغربوا لما واحدة تقول بقالها 10 سنين متجوزة، 20 سنة متجوزة، يبصلها أنت مش طبيعية أكيد، يعني إزاي مستحملة يعني. كل ده فكر شيطان طبعا، لأن الطبيعي أنه
الزواج ده مؤبد يعني، ده علاقة مع ربنا. نوطي شوية بيتر لو سمح. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، والطبيعي إن الحب يزيد مع الأيام ما يقلش. الحب الحقيقي يزيد مع الأيام، زي علاقتنا بربنا. ما هي علاقة حب؟ يصعب علينا شوية، نكسل شوية، نتلخبط شوية، نغلط، نرجع نتوبنا، بس على مدى العمر تلاقي العلاقة بربنا زادت. نفس الكلام في الجواز، العلاقة الطبيعية إن الشركة دي، البوند ده، بيزيد قوة مع الأيام. حتى لو كان في شد وفي مشاكل، الناس بتكبر وتعقل يعني، وتفهم بعض، وتبقى بتتفادى الزعل. وبعدين يبتدي كل واحد يراعي التاني أكتر، يركز إنه يرضيه أكتر. عدو الجواز الأنانية، إن الواحد يفضل طول عمره مركز مع نفسه. طول ما الواحد مركز ينبسط ويريح نفسه، هو مش هيعرف يعيش، وده يعطل علاقته بربنا وعلاقته بكل الناس وبالذات مراته. لكن لما الواحد يبقى بيقدم محبة وعاوز يريح اللي معاه، المركب تمشي، تبقى سهلة. نصيحتي ان انتوا تشجعوا بعض اكتر، وتبقوا حنينين على بعض اكتر. مع الايام المحبة والتشجيع والحنية تزيد ما تقلش. عندي خوف وقلق بيزيدوا رغم ثقتي في ربنا، وده موضوع مرتبط بالمؤتمر كله، امتحان الإيمان لدرجة مش عارف أنام. يعني هنتكلم كتير عن الإيمان في الليلتين دول، لكن ببساطة من الآخر كده نقول أنه علاج القلق والخوف القرب من ربنا. القرب ده معناه بصلي أكتر، بسمع وعظات أكتر، بقرأ الإنجيل أكتر، بقعد في الكنيسة أكتر، باخد خلوة، بفكر نفسي بأفكار روحية. والعكس بقى، أول ما بعد عن ربنا لازم القلق يزيد والخوف يزيد في الزمن ده، لازم، لأن الأخبار فعلا مش مريحة. فالإنسان الطبيعي مجرد يسمع الأخبار لازم يقلق، فإحنا لازم نبقى مش طبيعيين، فوق الطبيعي يعني. ودي عاوزة إيمان، الإيمان يخلي الموجة عالية والناس بتضحك. دايما أفتكر الملاهي هنا، لأن في الملاهي يعني تشوفوا الأطفال بتضحك والكبار بيصرخوا، تعرفين كده الألعاب اللي هي تخوف دي، تلاقي العيال الرافعين ايديهم وبيضحكوا، وبعدين الكبار مغمضين عينيهم وبيصوتوا. هو ده فرق ايمان على فكره. عشان كده المسيح قال خليكوا اطفال. فاللي عنده ايمان بيقضيها في سلام، يعني ايه، موجه تطلع موجه تنزل، اللعبه تضرب فوق تنزل تحت، في الاخر ربنا بيستر. اللي بقى مش شايف غير الخطوره ده عايش متعب روحه طبعا. طيب نقول ترتيلة تاني عشان برضو نصحيها. حياتي تشبه قيثارة، يعزف للرب بمهارة، طهرة تعزف أحزانا، ودائما تعزف انتصارا. أما أنا فصلابا، فأنت لي النجاة، اسمك الحياة هو لذة الشفاء. إليك النفس أرفع فبنور
أصنع وسرورا منك أسمع يا قوتي أحبك أنا يا رب اقبل صلاتي أنت حصن حياتي قوتي أنت ونجاتي أنا لك أنا لروحك أنا حياتي تشبق سارا بمهارة طارة تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصارا أما أنا فصلاة فأنت لي النجاة نطق اسمك الحياة هو لذة الشفاء بموج البحار أعنتني من الأخطار أعطيتني كل انتصار يا قوتي أحبك كسهم طائر في النهار تربص بي الأشرار أنقذني صليبك أنا لك لروحك أنا حياتي تشبه يعزف للرب مهارة طارة تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصارا أما أنا فصلاة فأنت لي النجاة نطق اسمك الحياة هو لذة الشفاء أنت يا رب كنت معنا عند قيام الناس علينا يمينك تعطي أمانا يا قوتي أحبك شوق الأيائل للمياه عطشي لك يا إلهي أنت خلاصي ورجائي أنا لك أنا لروحك أنا حياتي تشبه يعزفها للرب مهارة طارة تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصارا أما أنا فصلاة فأنت لي النجاة نطق اسمك الحياة هو لذة الشفاء طيب السنة دي موضوعنا عن امتحان الإيمان وامتحان الإيمان دي كلمة جت في الإنجيل يعني ما هياش فكرة فلسفية إنه faith should be tested يعني كلنا مؤمنين بربنا بس بيجي وقت في امتحان إن اللي انت عاوزه مش بيحصل فإيمانك بيبقى شيكن كده يعني فبتدخل طول ما المركب ماشية في بحر هادية أوكي طب لما الموج يعلى ده امتحان إيمان عشان كده الرسمة الجميلة اللي عملها الأخ موسيس الحقيقة جميلة قوي حطت الرسل بيغرقوا ده امتحان عشان كده المسيح في الآخر قال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم ليه؟ As if he expected
better level of faith. كان عاوزهم يبقوا ما يتهزوش لأنه دول مع المسيح المفروض ما يتهزوش. فلما بتحصل مشاكل، يحصل تجارب، يحصل إحباطات، يحصل كوارث، بيبتدي المخ يبقى عكس الإيمان. فالمخ يقول ليه كده، ويبقى مش فاهم. وساعات الواحد يبقى عاوز يفهم عشان يصدق، والتصدق مش لازم تفهم، أحيانا بتبقى كده. فموضوع امتحان الإيمان في رأيي موضوع مهم. احنا بزمن في خبط كتير، في أخبار كتيرة صعبة، كلنا بنتعرض لضيقات، لمشاكل، لإحباطات. إزاي الواحد يغلب ده كله؟ لأن القديس يوحنا يقول هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. الإيمان يغلب، اللي عنده إيمان يفضل فوق ده كل، يتخبط ويترزع لكن في الآخر يغلب. فموضوع امتحان الإيمان هتلاقوه داخل في كل حاجة، في علاقتنا ببعض، في صلواتنا، في كل وصية قالها المسيح، في الأهداف الروحية اللي احنا عايشين ليها، كل ده هيدخله موضوع امتحان الإيمان. من المواضيع اللي شغلاني عموما ان المفروض كل المسيحيين يبقوا كارزين، لأن المسيح قال لنا أنتم نور العالم. وللأسف أغلب المسيحيين inactive في الموضوع ده، غير كارزين، بمعنى كل واحد قافل على نفسه دايرته ومكتفي بحاله، ولو هيصلي يصلي لنفسه وعيلته، وبيحارب في الدنيا والدنيا بتخبط فيه ومركز في الدنيا زيادة. اللي مركزين في رسالتهم ينوروا العالم قليلين. فده خلاني أفكر في موضوع على هامش المؤتمر، كل سيشن هديكوا تلت ساعة كده، في حاجة اسمها alarming obstacles، اللي هي يعني معطلات الكرازة. ليه؟ مع أن المسيح متوقع مننا كلنا كمؤمنين أن احنا نشهد له، نتكلم عنه، ما كانش بالكلام يبقى بحياتنا، نحن نقدمه للدنيا. احنا كلنا بنيجي يعني كده ايه، نستخبى، والغريب اللي تبع الشيطان بيبشره، يعني اللي ايه، اللي ماشيين في الغلط هم اللي واخدين على قلبهم يقنعوا الناس كلها بالغلط. حاجة تكسب بصراحة، يعني الناس تبقى شايفة حاجات عكس إرادة ربنا وتتكلم عنها بحماس شديد، وإحنا اللي المفروض شايفين طريق السماء واحتفلنا بقيامة المسيح وخدنا وعد الحياة الأبدية وعندنا ربنا كله في حياتنا، بنكسف نتكلم عنه. ففي كده شوية معوقات مزعجة الحقيقة للكرازة. أنا في كل مرة هكلمكم في خمس نقط كده. إيه العقبة؟ ليه أنت مش بتقدم المسيح للي حواليك؟ تعرفها الأول وبعدين أسبابها. طب نتيجة ده هيحصل إيه؟ consequences يعني. نعمل إيه عشان نغلب الأوبستكل ده؟ في الآخر لو غلبت العيب ده فيك هيحصل إيه؟ النتيجة هتبقى إيه؟ أمثلة من المعوقات بقى، مثلاً الخوف والقلق. أغلبنا طلعنا في كلتشر بنخاف نتكلم عن المسيح، حتى لو الناس بتتكلم في أي حاجة وفي حرية، إحنا ما بنخاف، بنقلق من المواضيع دي. في معوق آخر، رد الفعل. أحياناً لما تتكلم عن المسيح تحس إن في عدوانية، في مقاومة. معوق آخر للكرازة الكسل، إن الواحد يحب ينام ويأكل، وموضوع بقى يتكلم عن ربنا أو يشاور على ربنا حتى ده مش شغله. سطحية العلاقة بربنا، ربنا لما يكون على الهامش مش شاغل الواحد، دفنت لي مش هيكلم عنه، لأن أنت مشغول بالفلوس فبتتكلم عن الدولار كتير، مشغول بشغلك فبيجيب سيرة شغلك كتير، مش مشغول بربنا فمش هتتكلم عنه. كمان التعددية الدينية، اللي هي فكرة أنه في حاجات كتير
وفي كده افتراض انه كل واحد براحته وكل واحد صح، والحقيقة ما فيش حاجة اسمها كله صح. دي فكرة يعني غشيمة، لازم في حاجة صح والباقي غلط، مفيش حاجة اسمها كله صح. دي في ناس عندها لا مبالاة روحية، يعني تقول لهم في ناس هتهلك، احنا مالنا، ما احنا مالنا ازاي، ده المسيح مات عشانهم. طب وحبوا الناس دي هتروح فين لما تتفرج على شعوب كاملة بتضيع؟ كمان في ناس عندها جهل، يعني ايه، ما يعرفش يقول اي حاجة عن عقيدته عن مسيحيته، هو جاهل، جاهل هو عنده ايه الانجيل بيقول، ايه الحقيقة، ايه العقيدة دي، ايه التروث نفسها، ايه ما يعرفش. كمان في ناس بتقول هم الكالتشرال جابس، اللي هي فكرة الباريرز بتاعت اللغة والثقافة، والحتة دي ساعات بيبقى صوتها عالي قوي فتخلينا نجيب ورا وما نتكلمش وما نعملش حاجة. من أكتر الأسباب المزعجة المشغولية، إن في ناس مشغولة زيادة بتجري وراء الفلوس وراء العيال، فيخلص العمر والمسيح يسألك أنت ما تكلمتش عني ليه؟ أنت ما شاورتش عليا ليه؟ أنت ما اعترفتش بي ليه؟ كلكم عارفين الآية اللي تخوف، من يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة أبي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أمام الملائكة. أحيانا الواحد يبقى غرقان في خطية محبوبة، واحد طماع قوي، واحد واقع في شهوات وحشة، واحد بقى بيكره حد. طبعا الخطية المسيطرة دي بتطلع الواحد بره رسالته خالص وبتفصل. ده كده كل اللي ممكن نفكر فيه، لكن احنا هناخد واحدة بس دلوقتي. الخوف والقلق بيعطلوا الكرازة. تعريف الخوف والقلق ايه؟ معناه انك كل ما تيجي سيرة ربنا بتخاف تتكلم، بتقلق. في مصر انتوا عارفين كتير يقول لك مش بحب اتكلم في الدين. هو الحكاية مش دين، اذا كنت بتحب المسيح اللي بيحب حد بيحب يتكلم عنه، فانت ليه واخدها بالشكل ده؟ احنا مش بنقول لك تمشي في الشوارع تبشر، اكيد لا، وما ينفعش انك تزق حد وتكلمه غصب عنه، اكيد برضو لا. لكن لو حد سألك سؤال بريء حتى دي تخاف ترد؟ طب ليه؟ احنا بنتسأل أسئلة ساعات ساذجة. انتوا عندكم ثلاث آلهة؟ لا، احنا عندنا إله واحد، الله وكلمته وروحه، لكن إله واحد. سؤال سيمبل يعني، لكن تتسأل سؤال زي كده تقول لا ما بحبش أتكلم في الدين، كمان ليه يعني؟ السؤال، هل الإنجيل محرف؟ لا، مش محرف، محدش حرف ومحدش يقدر يحرف كلام ربنا، سيمبل يعني. يبقى عندنا خوف ان احنا حتى نتعامل في القضايا دي مع غير المؤمنين، في الوقت اللي انتوا تاني شايفين اللي حوالينا بيتكلموا في حاجات احنا شايفينها غلط أبسوليوت، بيتكلموا بمنتهى الجرأة والشجاعة والإقناع. بصراحة حاجة تكسف قدام ربنا ان ولاده ساكتين. طب يبقى ولاده ازاي ودفع تمنهم غالي وحضر لهم السماء ومكسوفين يتكلموا عنه؟ ساعات كمان الخوف والقلق ممكن يكون في الشخص اللي بيسمع عن ربنا، يعني مش بس الخادم اللي هيتكلم عن ربنا يبقى قلقان انه يتكلم. ساعات الشخص اللي بيسمع خايف ياخد الخطوة. دي لما تدرسوا الكرازة هتعرفوا يعني ايه، انه في مرحلة صعبة على اي واحد موعوظ بيتعرف على المسيح انه ياخد قرار يغير حياته كلها ويقرب من المسيح. طبعا ده احنا ربنا ما ادناش يعني الخبرة دي، احنا اتولدنا في النعمة اغلبنا، لكن الشخص اللي بيغير حياته بيختار ربنا it's not an easy step، فبيبقى عنده شوية خوف. كل ده ممكن يعطل الكرازة بدرجة. طبعا ده مش من ربنا. دايما افتكروا الآية الجميلة دي، الله لم يعطينا روح الفشل، في الترجمة spirit of fear. The spirit of fear always not from God. When you feel this fear
This definitely not from God. الله لم يعطينا روح الخوف أو القلق أو الفشل، أعطانا روح القوة والحب والنصح. يبقى الواحد لما يكون خايف يشهد لربنا، اللحظة دي مش ربنا اللي سايقك، الخوف غلبك. الله مش عطيته كده، بيحط في قلب ولاده نوع من الغيرة والحماس. إيه الأسباب؟ أول سبب أنه كتير مننا بيعاني من insecurity طبيعي، يعني هو نفسه في حياته في قلق في مواضيع تانية، فمش ناقصك رازع يعني. يعني هو نفسه قلقان من مع الصحة، وقلقان على الفلوس، وقلقان على العيال، وهي feels insecure. فطبعا عشان ياخد كمان مبادرة يتكلم عن ربنا، it sounds like كمان يعني بعيدة قوي عنه. يعني من الأسباب أنه ساعات الواحد يكون خايف أنه مش well prepared، ما هواش جاهز قوي يتكلم عن ربنا، ودي للأسف في اللقبات كتير قوي. يبقوا متدينين ويحضروا أسبوع الألام ويصلوا بالإجبية ويقروا الإنجيل وقداس كل أسبوع، يقول لك ما عرفش أتكلم عن ربنا. يا حبيبي إحنا مش هنشرح لاهوت، الموضوع بسيط، أنت بتكلم إله وبتتكلم عنه. والناس على فكرة مش عاوزة كلام كبير، الناس عاوزة تشوف واحد مصدق بجد إن في ربنا، وإن ربنا في حياته بجد مش تمثيلية. الموضوع أبسط مما تتخيله في الآخر، لكن في ناس كتيرة خايفة تتكلم عن ربنا. كمان الـ fear of rejection، إنه أخاف أتكلم اللي قدامي يصدني، ويعني ولو صدني يعني حصل إيه؟ طبعا أنا مش بقول نندفع ونتكلم، لكن إحنا عندنا الإكستريم التاني، إحنا ساكتين بزيادة في المواضيع دي، وبيبقى عندنا فرص نشاور على ربنا وبنكسف أو بنخاف أو بنقلق بدرجة ملهاش معنى. لأنه في الآخر يعني السامرية تكسفنا، السامرية راحت للبلد متعرفش حاجة لسه، قالت لهم أنا قابلت واحد قال لي كل حاجة عني، مش يمكن يبقى المسيح؟ ما تيجوا تشوفوه. جابت البلد كلها. يبقى الكرازة مش محتاجة قوي تبقى واعظ ولا عالم ولا كده. من أسباب الخوف والقلق كمان أنك مش مرتاح تتكلم مع ثقافات أخرى. بس للأسف معلش أقول لكم حاجة أنا شايفها، يعني إحنا ربنا الروح دي في الجيل الجديد، يعني ولادكم طالعين culturally not different much. يعني ليه؟ لأن هم متربيين في المدارس والكليات زيهم زي الباقيين، نفس الأكسنت نفس الدماغ، لكن إحنا علمناهم الخوف اللي عندنا. ما تتكلمش عن الكنيسة، ما تتكلمش عن ربنا، ليه عملنا في عيالنا كده؟ بينما هم لو بيحبوا ربنا، وطبعا ما عندهمش أزمة الثقافة دي بتاعتنا إحنا اللي جايين من بلادنا، طب يبقى هم أولى إن هم يشهدوا للمسيح بجرأة أكتر. ساعات المجتمعات تبقى رافضة أي كلام عن وجود الله، بس احنا موجودين في الدنيا عشان نشاور على ربنا. ما هو المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، ايه الزيادة يعني؟ ايه المشكلة؟ ما هو ضيق بضيق، بس نعمل اللي علينا بقى. كمان احيانا بيبقى ايماننا ضعيف في حتة انا مش متأكد ان ربنا هيستر. لا هيستر طبعا، ده قال يعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم او مقاوميكم يقف وسطه. يعني لو واحد بس فكر يتكلم عن ربنا يلاقي الكلام طالع لوحده، لأن ربنا عاوز كده، يريد الجميع يخلصون. وأغلب الناس على فكرة تاني استعدادها مش وحش، بالذات في البلاد دي الناس كلها تعبانة نفسيا، الناس كلها تايهة، الناس متخبطة مش عارفة يحصل إيه بكرة. فما حد بيتكلم بثقة إن في حياة أبدية، في حياة أخرى، وفي إله يقود هذا الكون، وده معانا مش علينا، بيحب الناس مش بيكرههم. These messages are really needed by everyone. انت بتقدم بشارة مفرحة، بتقول كلام مريح، مش بتقول غضب الله، لا مش لازم تدخل الدخلة دي يعني. انت بتقول ربنا حلو وموجود وفي ايده كل حاجة، ووعدنا بحياة أبدية. حتى لو اللي قدامك عقلاني مش عاجبه، ستيل ممكن يمشي ويفكر في اللي انت قلته بعد كده.
الconsequences بقى النتيجة إيه؟ الحياة إن أغلب شعبنا بيتهرب من مسؤولية الكراز. عارفين التعبير اللي قاله المسيح دقيق قوي، قال لا يوقدون سراجا ويضعونه إيه تحت مكيال. إحنا كلنا عاملين كده، جوانا نور المسيح، الروح القدس، الإنجيل، معرفة الله، بنتناول وعد الحياة الأبدية تحت مكيال اسمه الخوف. حدش يتكلم، حدش يجيب سيرة ربنا، مش هيقبلونا. ليه كده؟ حطينا مكيال وعشنا في الوهم ده. في الوقت اللي الحقيقة الناس كلها جريئة وبتتكلم عن أي حاجة، في فرص ضايعة كتير قوي. تصور واحد يكون معاك في الشغل 20 سنة وعدت عليه مشاكل كتير، ولو هو كان يعني من الكنيسة كنت قلت له طب صلي. طب الجدع ده ما قلتلوش ولا مرة ما تجرب تصلي؟ مش كان زميلك 20 سنة؟ ساعات تقولها بطريقة اندايركت، تقول له أنا لما ببقى في السيتويشن ده بصلي، بكلم ربنا. فأنت بتقول له على فكرة جربوها، هتلاقي تقول لك طب أنا ما بعرفش أصلي، طب علمني أصلي. As easy يعني this، يعني ممكن تفاجأ أن الشخص من كتر ما هو تعبان بيقول لك طب قول لي أقول إيه، أعمل إيه. لكن إحنا حرمين الناس من الفرص دي. من العواقب كمان أنه أنك ما تقدمش رسالة صريحة، لأن الخوف مخليك بتقول جملة وتلحس اللي بعدها، فبتقدم كلام ناقص كتير. بينما لو أنت ما عندكش خوف وقلق تتكلم بجرأة وتتواصل بسهولة، وهتلاقي الناس بصين بإعجاب أنه يا بختك أنك عندك إيمان. أنا مرة واحد قال لي كده، يا بختك أنك مصدق. يعني الناس حاسة أن اللي عنده إيمان ده فعلا فعز، لأنه ده بيديله أمان وبيديله يعني حياة مختلفة، وده حقيقي. من العواقب كمان أن الناس بتبص، أكيد أنتوا مش مقتنعين باللي أنتوا فيه عشان كده مش بتتكلموا عنه. فاهمين الفكرة؟ عارفين في لغة الماركتينج لما يكون واحد بيبيع بضاعة مكسوف منها، فتلاقيه إيه مهزوز كده في الكلام، وزي اللي يقول لك أعمل معروف اشتري مني وخلاص بقى يعني. وفي واحد تاني واثق وهو بيبيع مقتنع بالبضاعة بتاعته، فلما يلاقوا أن المسيحيين سلبيين مش بيكلموا عن مسيحهم، وناس تانية بتتكلم براحتها، يبقوا شكلكوا كلكوا شاكين بقى، فعشان كده مكسوفين تتكلم. لكن لو كان إيمان حقيقي، يبقى one of the major expressions of your faith is to witness, to deliver the message، تتكلم عن ربنا، لأنه that's your belief. فما ينفعش يكون ده جواك ما تتكلمش. من العواقب كمان ان في ناس بتبعد، حتى أولادنا بيبعدوا. أولادنا ممكن يبعدوا عن الكنيسة وعن ربنا. ليه؟ شايفيننا إيمان شكلي لكن مش باين في حياتنا، في الاتيتيود مع الجيران ومع الناس. We are not proclaiming the good news، يعني مش بنقدم المسيح الحلو. فخلص يبقى الموضوع ده بياخد فترة في تربيتهم، وبعد كده إيه؟ They quit the whole story. يعني نعمل إيه عشان نغلب الخوف اللي معطلنا عن الكراسة؟ بداية كده افتكروا انه ما تعلوش هم حاجة، بالذات الشغل مع ربنا. حتى لو ما تعرفش كلام كتير بس بتحب ربنا، ما تعلش الهم، لا تهتموا بشيء. ودي مناسبة جدا لجو المؤتمر، be anxious for nothing. يعني ايه؟ ما تعلش هم هتقول ايه، ما تعلش هم هيشوفك ازاي، هيبصلك ازاي، هيحصل ايه. مش هيحصل حاجة، انت في الاخر بترد على سؤال او بتتكلم ببساطة جدا عن ربنا. وحط الموضوع في الصلاة، يا رب اديني النعمة. موضوع بسيط، والموضوع ده بالذات تلاقوا استجابة سريعة. اديني نعمة اتكلم عنك، اديني حكمة ارد على السؤال، هتلاقي على طول في نعمة وحكمة. فيقول بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل
يحفظ قلوبكم وأفكاركم. لما تشتغل مع ربنا في الموضوع ده تلاقي السلام بيزيد، لأنك ابتديت تعمل اللي ربنا كان عاوزك تعمله. تعرفين يونان وهو هربان من الحتة دي كان بينام زي اللي عنده اكتئاب كده، مش عاوز يفكر، والبحر يعلى وهو مش عاوز يفكر، وفي الآخر دخل الحوت وطلع عمل شغله مظبوط، بقى رجع يونان النبي، لأنه كان هربان من الحتة دي. ما نعرفش خايف ولا مش مستعد ولا مش بيحبهم، أيا كان الفاكتورز يعني اللي عطلته. بس النص الأولاني من القصة يونان هيضيع، النص التاني يونان بقاله قيمة. كناش هنسمع عن الرجل ده لو ما راحش نينوى ونطق وما قالش كلام زيادة، يعني قال كلام بسيط بس الناس كان عندها استعداد. عشان تغلب الخوف افتكر ان ربنا The Lord is on your side. قول دايما كده The Lord is on my side. المزمور بيقول كده، ربنا معايا خاف ليه؟ هو أنا بقول حاجة غلط؟ وأنا بأذي حد؟ ده اللي بيأذي مش بيخاف، أنا اللي بفيد الناس أخاف؟ ما يصحش أخاف. لما يقول whoever trust in the Lord shall be safe، ثق في ربنا هتبقى سيف، ما تخافش. طبعا كل ده يمشي مع فكرة الإيمان، لما الإيمان يزيد هتلاقي نفسك مستعد لمجاوبة كل من يسألك عن سبب الرجاء الذي فيك، مش هتبقى خايف. محتاجين إيمان أكتر، لأن ربنا هيديك كلمات، هيديك شجاعة، هيديك نعمة، هيديك رد. محتاجين نصدق أن ربنا عاوز الناس دي كلها. نراجع الفكرة البسيطة دي، يريد الجميع يخلصون، كل اللي حواليك جيران وشغل وناس ومعارف، كل دول ربنا بيحبهم بجد ومش عاوزهم يموتوا وهم ما يعرفوهوش، واحنا هنبقى جزء من المشكلة لو سبناهم يموتوا وهم ما يعرفوش. عشان تغلب الخوف والقلق مفيش مانع انك تذاكر شوية عشان تبقى عندك استعداد تجاوب. يعني في وعظات، في كتب، في حاجات بسيطة، لكن لما تبقى عارف حتى البيزك انسرز، يعني to the common questions، ده هيساعدك انك تتكلم. وبعدين النهاردة الميديا تساعدك، لو عندك حد بيسألك سؤال مش عارف تجاوبه قول له طب هبعت لك لينك، هقول لك على سايت، مش عارف أنا جاوبك بس أنا متأكد في إجابة، وبالتالي الموضوع ما بقاش صعب. عشان تغلب الخوف والقلق build relations، قرب من الناس بطريقة، لأن المسيحية حب في الآخر. الناس بتتأثر لما تحس أن المسيحي بيحبهم من غير غرض، ده مش موجود في الدنيا على فكرة، لكن احنا في تربيتنا المسيحية بنحب الناس من غير غرض، فده بيوصل حاجة، ده بيفرش السك، انه الناس مستعدة تقبل مننا لانه بيخلق كده جو من الثقة والألفة. اخيرا، انتوا عارفين القلق والخوف ده mind set، يعني غير طريقة تفكيرك، بدل ما تستسلم للخوف والقلق شجع نفسك، فكر بطريقة إيجابية، دو حياة جديدة أنت فيها ليك دور إيجابي في تغيير الناس. وما تقولش أنا كبرت في السن، أنا اللغة معطلاني، أنا ما أعرفش كتير. بص، كل دي excuses كده طلع من حتة خوف وقلق. لكن خليك ببساطة اتكلم عن ربنا، أو رد على الأسئلة، أو شاور عليه بأي طريقة، أو قدم محبة مسيحية، أو على الأقل انشغل بالموضوع. هتفاجأ ان حياتك اختلفت، وهتفاجأ انه شبكة بتاعتك ابتدت تلم سمك على غير توقعاتك، فهتلاقي انك انت عمرك ما تعلمت الصيد بس ابتدت تصطاد، ودي خبرة ممتعة جدا لإلهنا كل مجد وكرم. احنا ما خلصناش، خلي بالكوا لسه، ده بس ايه نص الاولاني. نقول ترتيلة برضو عشان نصحى، وبعدين ناخد اول موضوع في امتحان الايمان. دي ترتيلة بقى عن الإيمان، حافظينها من زمان قوي.
نفسي في يدي يا سيدي يسوع، قدني فتكلني علي كي أقدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قام فعال حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكس معي حتى تنال، هيا ففي قرب المنى في يسوع. إن غصت عيشي الهموم أو إن دنا الظلام، ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام، الرب حصني والأمل، الرب إن قال فعل، والحب في مكتمل، لذا أرى يسوع. قد قلت قبل أن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكس معي حتى، هيا ففي قرب المنال في يسوع. ربي امتلكني واهدني للخير يا منان، أدعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن، كي ما أعود من جديد أسعد وأطلب المزيد من نعمة جديدة حتى أرى يسوع. قد قلت قبل أن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكس معي حتى تنال، هيا ففي قرب الخير في يسوع. حينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني رب الأنام في موطن السلام، ويمسح دمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب ومر في يسوع. وقد قلت
تعب القلب تعال أمكس معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال في يسوع. طيب نبدأ في سلسلة امتحان الإيمان، وهاخد أول موضوع اسمه اختبار الإيمان. اختبار زي امتحان، هي كلمات متقاربة الاثنين، testing faith. ببساطة كده، هو ليه ربنا بيمتحن؟ هو ربنا عارف المستوى، طب ليه يمتحن؟ تعرفين الكلمة دي جت في حياة أبونا إبراهيم، يقول الكتاب ربنا أراد أن يمتحن إبراهيم في قصة ذبح إسحاق اللي هي على الأيقونة بتاعت المؤتمر، لأن ده كان أصعب امتحان تقريبا عد عليه حد من المؤمنين. عشان كده بنسمي أبونا إبراهيم أبو الإيمان، لأنه نجح في امتحان صعب قوي، يمكن أصعب من امتحان أيوب. ربنا خد ولاد أيوب من غير إذنه، امتحان صعب برضه، لكن ده قال لإبراهيم هات ابنك قدمه ذبيحة، فده يمكن أصعب كمان. إذن ربنا بيمتحن، هل ربنا عاوزنا نسقط؟ أكيد لا، يعني ده أبونا مش عدونا. يعني إحنا جربنا بالذات في تربيتنا الشرقية إن الامتحانات بتخليك إيه؟ تذاكر. معرفش في بلادكم بيعملوا كده ولا لا، لكن في بلادنا لغاية دلوقتي الناس ما بتذكرش غير لما يبقى في امتحان، فلما ما يكونش في امتحانات غالبا ما فيش مذاكرة. المذاكرة معناها التركيز، احنا مش مركزين كفاية، فكل لما يجي علينا اختبار ايمان بنضطر نركز. وكلكم جربتوا انه لما الدنيا تغمق كده وتبوخ بتلاقينا نبتدي نركز في ربنا، طول ما هي سهلة ربنا دعا الهامس كده ايه for granted، يعني طيب حلو كده يعمل اللي عليك كتر خيره، لكن احنا في دنيتنا. لكن اول ما الدنيا تقفل وتشد يا رب نبتدي الواحد يركز. اذا واضح ان احنا بنحتاج التستس كل شوية عشان احنا نقيم ايماننا ونزود إيمان. يبقى اختبار الإيمان مش معناه ربنا مش عارف مستوانا، الحمد لله عارف المستوى عالي جدا، يعني عارف اللي فيها وبيقبل ولاده زي ما هم كده، لكن هو نفسه إيماننا يزيد، فبيساعدنا الإيمان يزيد بالاختبارات. وكان عندنا برضو في بلادنا يقول لك ايه امتحانات تجريبية، يعني ايه حاجة قبل الامتحان اللي بجد. اهو عندنا منده كتير في بقى في حياتنا الروحية، كله كده بيزبطنا عشان بس في اليوم الاخير فاينل، بقى الفاينل ده ما منوش تراجع بعد كده، فعشان نجهز للفاينل لا لازم يبقى في السكة في اختبارات كتير. من هنا هبتدي بالنص المشهور بتاع ابونا يعقوب، رسالة يعقوب من أجمل الرسائل وأسهلها. بدأها بالكلام عن الترايلز أو التستس أو الاختبارات عموما، فقال احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم، وده شعار المؤتمر، testing of your faith produces patience. دي بداية القصة كده، أول حاجة هتطلع بيها شوية صبر كده هتاخدهم على الماشي، لمجرد أنك بتعدي بفترة اختبار إيمان. امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له،
ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين، هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر يبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره. هكذا يزبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. بداية القصة أنه testing faith related to the joy، ده عكس توقعاتنا. عادة اختبار الإيمان الواحد بيتوقع أنه هتقلب كآبة، تقلب غم. هو بدأها احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب، وبعدين قال التجارب دي إيه؟ امتحان إيمانكم. يبقى في الآخر اختبارات الإيمان بتصب في رصيد الفرح عكس التوقعات. وفكرة احسبها يعني بص للحاجة من زاوية المكسب مش الخسارة. افرض خسرت فلوس، ده امتحان إيمان. خسارة الفلوس رد الفعل التلقائي، متضايق، زعلان، صعبان عليك سنين تعب والفلوس طارت، أوكي. بس بص لها من زاوية يمكن الفلوس دي كانت هتعطلك عن ربنا، يمكن ربنا عاوزك تدوق حياة ناس متكل عليه أكتر، لأن اللي عنده فلوس كتير بيتكل عليها زيادة. يمكن ربنا بينبهك أنك كنت أناني وشايل الفلوس وما فكرتش في ناس بتموت من الجوع. بص لها من زاوية أنا هكسب إيه من التجربة، هطلع بإيه، ما لازم أستفيد في الآخر. الامتحان يقول ينشئ صبر. الصبر يبقى له عمل تام. يعني إيه؟ في الامتحانات زي ما كنا بنقول المذاكرة بتزيد، اعمل اللي عليك. لسه واحد بيقول لي لما ابني دخل المستشفى كانت أول مرة في حياتي أمسك الأجبية، كنتش عارف حتى عدلتها من قلبتها يعني، وابتديت أصلي ودخلت على 7 صلوات لأنه الحالة خطر. وبعد ما ربنا نجا يعني بالعافية بصلي بكر والنوم بس أحسن كتير من زمان. طب كويس، أدينا كسبنا حاجة، عمل تام، يعني do your part بقى، اعمل حتة عليك. بعدين يقول من تعوزه حكمة، لأن جوه التجارب دايما في حيرة، في أي امتحان دايما في نوع من الحيرة. تصور أنت كده في لجنة امتحان، في أسئلة صعبة، طب أعمل إيه؟ أرد إزاي؟ أجاوب إيه؟ الحيرة طبيعية مع التست. طب الحيرة دي تخليك تعمل إيه؟ يا رب اديني حكمة. ما هو الحيرة دي ما تقدرش أنت عليها لوحدك، كفاية بقى تشغل دماغك. دماغك دي مع الطلاق على فكرة وجايبة لك الكافية. توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد. فهنا محتاج تطلب الحكمة. كل ده قاله يعقوب في الباراجراف بتاع امتحان الإيمان، قال بس لما تطلب خليك مصدق انه سمعك وانه هيجاوبك. ما ترميش كلمة في الهواء، انت بترميها في السماء. في فرق كبير انك بتحذف كلمة في الهواء وبتبعت كلمة للسماء، لان انت بتكلم ربنا وربنا سمعك، وبتصلي المرة دي حسب ارادته، بتقول له اديني حكمة، دي حاجة بتعجبه. يبقى انت كده ايمانك بيزيد لانك طلبت بغير ارتياب. وبعدين قال مهم قوي في المرحلة دي تتمسك باتضاعك. يعني ايه علاقة التواضع بالموضوع؟ بصراحة من غير اختبارات وامتحانات كلنا بنضرب بحتة افتخار، تعاجب، برايد، احساس ان احنا بنمشي الدنيا بمزاجنا. اول ما تيجي الخبطة واحد يعرف انه صغير وضعيف، موضوع كبير عليه، مش قادر يمشي الدنيا كويس. كويس ده مفيد جدا لخلاص نفسك، ده اللي هيحطك في مكانك الطبيعي، انه ربنا هو اللي كبير مش انت، وهو اللي سايق مش انت.
وبعدين في الآخر المكافأة بقى، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. لما بيعدي الاختبار بيبقى فيه تهنئة، مش في الجرائد، في السماء. تهنئة يعني إيه؟ recommendation. أنت recommended عند ربنا، أنت عديت اختبار صعب، عديت مرحلة صعبة، رفعت رأسك بعد ما تلخبطت شوية، ودي هتديك الحياة الأبدية. طوبى للرجل الذي الذي يحتمل التجربة، إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبون. هعدي معاكم على شوية اختبارات من الكتاب ونحاول نطبقها على نفسنا. أول وأشهر وأصعب اختبار بتاع أبونا إبراهيم، على فكرة ما دخلش على الاختبار الصعب على طول، كان في أولى وتانية وتالتة، فكان أول تيست سيب كل حاجة وتعالى وراي. Still not easy، مش كده؟ إن الواحد يسيب عيلته وبيته والكومفورت زون بتاعه ويطلع كده في الصحراء. وزمانهم كان صعب قوي، 2000 سنة قبل المسيح، ما فيش أي ضمانات لأي حاجة ولا طيارات ولا، والدنيا كلها عشوائية وبربرية. وطلع ونجح. بعد شوية كان قايل له هتطلع هجيب لك ناس لخلي عيالك زي رمل البحر. قعد له 25 سنة ما شافش رملاية ولا عيل. برضو ده اختبار تاني، تحدي تاني، ان ربنا متأخر. هو مش متأخر، هو حاسبها كويس، بس بالنسبة لابونا ابراهيم تو ليت، يعني متأخر قوي. بس ابونا ابراهيم نجح وما استعوقش ربنا، ما تخانقش معاه، ما زعلش معاه، وفضل مستني. وبعدين دخلنا في اختبار ثالث، ان لوط اللي رباه كابنه، لان لوط ابن اخو ابراهيم، واخو ابراهيم مات بدري، فلوط اتربى عند ابونا ابراهيم كان ده ابوه. فجاه بيقول له الفلوس ومش الفلوس، وخد بعضه زي الابن الضال ومش. كان اختبار قاسي صعب، لانه كان امله في لوط، هو اللي كبر على ايديه وعمل البزنس، ربنا بارك له قوي ابراهيم، والبركه عمت على لوط. وكان خايف عليه لان شايف ان لوط هيمشي في سكه وحشه، سدوم وعموره. ونجح في الاختبار، قال له اللي يريحك يا ابني، بس نفضل اخوات، ونجح. كل دي اختبارات. وبعدين دخلنا في اصعب اختبار بقى، بعد ما جه اسحاق وهو 100 سنه، هو شاله على ايديه، وابراهيم كان 100 سنه. وبعد 30 سنة تاني، قبل ما اسحاق اتجوز سن 40، بعد 30 سنة قال له خد اسحاق حبيبك، تقريبا 30، الذي تحبه قدمه لي محرق. وسماها الكتاب ده كان الامتحان بقى. ابراهيم ما كدبش خبر، بكرة طلع بدري، حضر كل حاجة. واسحاق سأله في السكة، احنا عاملين كل حاجة بس ما جبناش خروف، قال له ربنا يتصرف يا ابني. وكأنه بالإيمان عارف أن ربنا هيتصرف، ولغاية ما تربط على المذبح ومسك السكينة قال له خلاص نجحت بتفوق. يبقى هنا ده كان اختبار ما جاش من أول واحد. إذا بتعدي علينا اختبارات، لكن في حاجات احنا ما نقدرش عليه. لو رحنا الواحد زي يعقوب حفيد إبراهيم، اختبارات كتيرة. يعقوب في الأول ما كانش بتاع ربنا قوي، وبعدين لما غلط غلطة كبيرة قوي وسرق البركة من عيسو، اضطر يهرب لخاله. وفي السكة كان أول مرة نسمعه بيصلي من قلبه وحاسس بالذنب، وشاف المسيح نزل له على السلم، وربنا قال له هكون معاك، وهو صدق الكلمة دي ودخل في الإيمان اللي كان سامع عنه من أبوه جده قبل كده. بعدين راح عند لبان، لبان راجل وثني، فلبان ايه كان بيبيع ويشتري فيه عشان ايه يطلع من جبتته حتة الفهلوة بتاعته دي، لان يعقوب كان ناصح شوي. وهو التزم انه يشتغل بذمة، مع انه هو مش بتاع شغل قوي يعقوب في الاول. الغربة دي كانت قاسية، بس يبدو قربته من ربنا قوي، لانه كان يسهر عشان يرعى الغنم ومش عاوز غنمة تروح منه، ولبان ضحك عليه ودبسه في ليئة، وبعدين خد 7 سنين في رحيل تاني، وبعدين الستات اتخانقوا فخد كمان الجريتين على دماغه. يعني ما كانتش فترة سهلة أبدا. ومع كده
قرب من ربنا رغم انها كان فيها خبط جامد. وهنا لبان كان بيعاديه وعيسو كان بقى عدوه، فابتدى يبقى له اعداء كتير. يعقوب انتصر على العدو ما كرهش، حتى لما صهر ليلة تاني بعد 20 سنة جاله المسيح وقال له كفاية اسم يعقوب، ده النهاردة أحسن من زمان، خد اسم إسرائيل. ولما قابل عيسو خده بالحضن وبقوا الاتنين يعني صفيوا في الوقت ده، وده كان اختبار مش سهل انك تصالح شخص مرقد لك، يعني عيسو كان عاوز يموته. بعدين اختبار صعب قوي، رحيل المحبوبة ماتت بدري، وبعد شوية يوسف أغلى عياله قالوا له ده مات، فكانوا خبطتين بقى إيه صعبين قوي. تلاحظوا حياة القديسين مليانة ألام، مليانة اختبارات، فيها كل اللي قاله يعقوب، يعقوب الرسول، فيها صبر، فيها صلاة، فيها إيمان، فيها تواضع، وفيها تزكية في الآخر، نجح. لو رحنا لواحد زي يوسف ابن يعقوب برضو، ده امتحانات إيمانه كانت صعبة. ليه؟ في الأول وهو طفل يمكن 5-6 سنين فقد أمه، وبقى حواليه إخواته كلهم عندهم أمهات، فهنا المقارنة صعبة، وده طفل رغم أن أبوه كان بيعاوز يعوضه بأي طريقة، لكن ستيل كان فيه ضغط. دخل في اختبار أصعب، إخواته بيكرهوا لأن أبوه بيحبه زيادة، بيحقدوا عليه، وفي الآخر رموه في البير وبعوه، ظلم فظيع، ومن ناس كان بيحبهم وفضل يحبهم لآخر عمره. فده اختبار صعب، هتثق تاني في الناس إزاي إذا كانوا أقرب الناس عملوا فيه كده؟ لكن يوسف إيمانه ما تهزش وفضل بتاع ربنا، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا رغم الانسيكوريتي أو الترومز اللي خدها من إخواته دي، الخبطات العنيفة دي. وبعدين عاش في مصر فترة صعبة جدا، عاش عبد ولبس تهمة، دخل السجن ورا الشمس محدش يعرف له سكة، وأحلامه أنه يرجع لأبوه عمالة تبعد، خلاص دخل السجن ما مفهوش يعني قوانين ولا محامي ولا طعن ولا غيره. كل ده كانت اختبارات صعبة قوي. دخلنا في اختبار المجاعة بقى، فرعون نفسه حلم كابوس وقالوا له ده في واحد في السجن، وطلع وشال مسؤولية خطيرة جدا، لأنه هيشيل مسؤولية مش مصر بس، كذا بلد حواليها وقت المجاعة، لأنه هيخزن في 7 سنين لـ7 سنين العجاف. فده تشالنج مرعب، لأنه لو جه في أي سنة ما فيش أكل هو اللي هيعدم، المسؤولية عليه أولا وأخيرا. وبإيمانه دخل في المسؤولية دي وسائل البلاد، وعدى 14 سنة بنجاح، غير أنقذ عيلته أخواته وأبوه. في آخر العمر لما يعقوب مات، إخواته كانوا خايفين ينتقم، قال لهم بكى وقال لهم أنا هنتقم بعد كل اللي ربنا عمله معايا ده، أنتقم؟ هو اختبرني، امتحني، عديت على أيام أصعب منكم كلكم، لكن أنا شفته وكان واضح وكان قريب، قصد بي خيرا، فنازع ليه؟ هشيل منكم ليه؟ أنتقم ليه؟ أنا أخدمكم، أعولكم أنتم وأولادكم. سلسلة من الاختبارات الشديدة والانتصارات. عشان كده لما الواحد بيعدي على أيام صعبة لازم نرجع بدماغنا نقول بتوع ربنا لازم كده. تيستينج فيس ده موجود في حياة كل بتوع ربنا. فما يحصل في حياتك انت خدت لقب بتاع ربنا، انت تبع ربنا، عشان كده انت يعني في امتحانات في حياتك. لما نروح لموسى بقى، موسى كان عنده رغبة جميلة قوي يخدم العبرانيين، صعبوا عليه لأنه عارف أن أمه أصلها عبرانية رغم أنه تربى في بيت فرعون، وعنده شهوة أنه ينقذ الناس الغلابة دي، وده حاجة حلوة، وذكرها القديس بولس في عبرانيين 11 وهو بيقول
أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. يعني هو اختار أنه يشتغل لحساب العبرانيين وفشل، تلخبط لأنه تصرف بطريقة فرعونية مش مسيحية مش إلهية، وقتل المصري وترفض تماما من شعبه. العبرانيين نفسهم بصوا له انت هتضيعنا احنا ناقصينك، فحس فشل فظيع. وده اختبار مش سهل على واحد في عز شبابه داخل على الدنيا وعنده رغبات حلوة يخدم ربنا ويفشل. وبعدين قعد له 40 سنة لغاية ما عجز وتهته، ابتدى يتلعسم. طبعا ده كان متربي في بيت الفراعنة، فعندهم الخطابة والثقة بالنفس العالية قوي. كل ده بقى مع الأيام تكركب بقى شوية، 80 سنة يعني، فالغربة هدته. ومع كده ده كان اختبار لما جاله المسيح يقول له أنا عاوزك تشتغل معايا. في الأول ماطل وبعدين قال حاضر. اختبار الدعوة نفسها، فضل يصدق، دخل إيدك طلع إيدك، ارمي العصاية امسك العصاية، قعد يمرنه تاني ويرجع له صدق يا موسى صدق أنا هشتغل بيك. وكل شوية يقول له بس أنا منفعش، بس امسك العصاية نجرب تاني. وفضل ربنا يشجعه عشان المأمورية كبيرة. بعدين دخلنا في اختبارات بقى الضربات العشر، بقى بيغير التاريخ موسى. وكل مرة يبقى عشمان ببساطة كده أنه فرعون هيختشي، ما بيختشيش، بيقلب تاني ويضرب الضربة والبلد كلها تتهز. وبعدين يرجع تاني يصلي يا رب شيل، وربنا يشيل. وبعدين فرعون يعند وضربة ورا ضربة. كل دي بتزود رصيد موسى. ليه؟ لأن ثقته في ربنا وفي نفسه زاده. أخيرا بقى الخروج. الخروج ده كان مسؤولية ضخمة جدا، ورا منه 600,000 عيلة ممكن يموتوا كله، وراحوا لناحية البحر والبحر ما حدش عديه، مصيبة. وبعدين يتشق البحر، طب هناكل ايه؟ المن ينزل من السماء، طب هنشرب ايه؟ الصخرة تطلع مية. فعد على امتحانات، كل واحدة منهم أزمة وبتتحل بطريقة معجزية. وشوية شوية الإيمان بيعلى، الثقة بتزيد. ليه؟ ما خلاص بقى هو شاف اللي محدش شافه. وبعدين يطلع الجبل ويشوف المسيح بعينيه ويستلم لوحي العهد، ويرجع يلاقي كارثة، يلاقي الناس عبدت عجل ذهبي، ويتعامل مع أزمة صعبة جدا. ويرجع تاني الجبل يصلح ويتوب، تقوم عليه ثورات كل شوية في سينا، عاوزين يموتوه هو وهارون ويجيبوا ناس بداله. كل ده كان اختبارات في حياة موسى. إذن حياة الناس دي ما كانتش سهلة، وكل مرة تبتدي بمحنة أو تست أو اختبار صعب، في الآخر يطلع أنت اللي كسبان. موسى وصل لدرجة يتقال عليه لم يكن مثل موسى الذي كان يكلم الله كما يكلم الصديق صديقه. ما كانش هيوصل لها من غير كل الاختبارات. ولا إبراهيم اللي كان ربنا بيعتبره خليل صديق، ما كانش هيوصل لها غير بعد الاختبارات دي كلها. إذن تاني بأكد لكم أحبائي أن امتحان الإيمان لينا مش علينا. الاختبارات أو الامتحانات اللي بتعدي علينا في الآخر مهما تلخبطنا وتهزينا، ده كله بيتحط في حسابنا في الآخر. اختبار يشوع، يشوع فضل لازق لموسى 40 سنة، فرق بينهم 40 سنة. وطول ما موسى موجود يشوع مطمن، انزل يا يشوع حارب، حاضر يا ابوي. موسى يطلع على الجبل يصلي، يشوع يحارب وهو مطمن. ليه؟ موسى. طب موسى مات، موسى مات، هو بيموت، ها بيموت زي بقية الناس. فيشوع في الأول اتهز جدا. ياريت تقروا كل شوية يشوع 1، أول مرة المسيح يقول لشخص واحد في إصحاح 1 3 مرات ما تخافش هكون معاك، تشدد تشجع لن أتركك لن أهملك، ويعيد ويزيد. ليه؟ مهزوز جدا. معلش ده اختبار مش سهل إنه يفقد الأب. وبعدين دخلنا على أريحة، مدينة حصينة جدا، قال له
جاله المسيح مخصوص قال الموضوع بسيط، هتسبح وتلف تعمله زفة زي بتاعت الكنيس والباقي علي، بس ايه علم عيالك اختبارات حاضر. وابتدى يعمل السبعة ايام وفي الاخر اريحة وقعت، اختبار عايت هزم من قرية صغيرة ومات له ناس من جيشه ووقع من طوله خالص، لانه انا مش قد الامتحانات دي مش عاوز حد يموت بسببي. قال له معلش ما في لخبطة، في عندك واحد عامل مصيبة، وقصة عخان ابن كرمي ونظف الموضوع. وبعدين دخلنا في تقسيم الأراضي، دي كانت مش سهلة، الأزباط مش عاوزين يستلموا الأراضي وكسلانين وحالتهم حال، وهو قال لهم أنا مسؤوليتي أسكنكم عشان أمشي، ونجح في ده كله. وصلنا لاختبار صموئيل. صموئيل النبي عاش عيشة صعبة، من 3 سنين محطوط في الهيكل من غير أب وأم، وبعدين متربي على إيمان أمه العظيمة الست حنة دي، لقى الهيكل ملخبط، المسؤولين فيه فزدانين، ولازم يمشي صح زي ما أمه قالت له، مش زي ما اللي قدامه بيعمله. فده تشالنج صعب جدا، ساعات أحسها في عيالكم، الكنيسة بتقول لهم إيه والمدرسة بتقول إيه والسوشيال ميديا بيقولوا إيه وصحابهم بيقولوا إيه، رجعوا الكنيسة بتقول حاجة تاني، الكنيسة دي أمنا حنة. ففضل صموئيل ابن حنة، صموئيل ده يعني الله يسمع، رجل صلاة، لكن كل الكلتشر اللي حواليه very negative. وبعدين التابوت كان راح، رجع على أيدين صموئيل، ده كان اختبار صعب لأنه كان الفلسطينيين خدوه. بعدين شاول ابنه البكر، يعتبر شاول الملك ده أول ملك مسحه صموئيل، شاول باظ، شاول ضاع، لدرجة المسيح يقول لصموئيل كفاية تصلي له، أنا رفضته لأنه رفضني. كلام صعب، وده أب روحي مهما كان، كان اختبار صعب. وعزاه بقى برسام داود ساعتها، بعدين داود اللي مسحه بإيده على كبر بقى من صموئيل، وتوسم فيه ده بقى اللي هيطلع ملك حلو. فضل هربا وشاول عاوز يموته، ربنا سايب المشكلة مش راضية تتحل سنوات وسنوات. وصموئيل الاتنين ولاده، بس واحد اتلخبط خالص والتاني حلو، وكل ده اختبارات صعبة، امتحانات صعبة على أب بيحب الكل. نروح لداود نلاقيه عاش مع المزامير ومع الشجر والطبيعة، وآخر روقان 15 سنة كده حدش دريان بيه. بعدين دخلنا في اختبار جليات ونجح فيه. إزاي وإزاي حتة الهمجة ده يغلط في ربنا؟ سيبوني عليه يا عم، انت عبيط، انت مش قد الراجل ده، انت مش شايف منظره؟ لا لا أنا هغلبه. وبثقة غريبة دخل ونجح فعلا. بعدين فوجئ أنه رد الفعل بعد ما كان حلو اتقلب نكت. شاول في الأول كان فرحان بيه، ما فاتش أسبوع قلب عليه، والقلبة دي ما راحتش بعد كده، مع أنه هو بيحب شاول، وبقى عايش مطرود وهربان سنوات. طب أنا عملت إيه غلط؟ ده أنا عملت كل حاجة صح، أنا كنت بصلي، أنا مشيت في سكة حلوة. وبعدين ابتدى يقع في أخطاء صعبة قوي. داود أكتر واحد في الكتاب له أخطاء مذكورة ويرجع يتوب، وكل دي اختبارات. بعدين بقى ملك مستقر، شاول مات خلاص وتلمت المملكة وحط نظام عبادة. بعدين بقى يتجرح من أقرب الناس، أصدقاء عمره بقوا تعبينه زي يؤاب، وعياله بقوا تعبينه، خبرات كلها. جاء على سن 70 يا عيني كان استوى. داود مات بدري على فكرة، 70 يعني، لأنه كان اختبارات كتيرة قوي، بس خلاص هو عاوز يروح السماء، ما بقاش فارق معاه بعد ده كله. آخر شخصية بقى يعني أخد حد عهد جديد، اختبار بولس. أنا تاني بأكد لكم أن امتحان الإيمان مش معناه أنك وحش، لا لا، ده معناه أن ربنا بيسويك، بيكبرك، بيجهزك لرسالة، عاوز يديك مكان كبير في السماء. وكل حبايب بيعدوا على امتحانات، وما فيش امتحان زي التاني، عشان كده ما تقدرش تغش من اللجنة من الورقة اللي جنبك، مش هتعرف، انت امتحانك غير امتحان اخوك. بولس اتغير تغيير
180 درجة من فريسي متعصب لمسيحي مبشر. طبعا الدنيا اتقلبت عليه، وبعدين خد خلوة طويلة 3 سنين حاسس الكنيسة نفسها رفضاه، الناس مرعوبة منه، مش ممكن ده لازم جاسوس. فقعد فترة عطلان، وبعدين يبتدي بقى يدخل في التبشير ويعمل حاجات حلوة، وكل بلد يدخلها ياخد على دماغه، كل ما ينجح يبقى فيه اضطهاد وفي رفض وكذا بلد تطرده. بعدين خد بقى في السجن بقى كتير، يعني أكتر واحد منهم اتسجن واتضرب وحاول يقتلوه، وسط ده كله تجيله رؤى ويشوف المسيح ويعزيه. وبعدين يجيله مرض صعب، شوكة في الجسد، مش وقتها خالص، ما كفاية الضرب يعني، كفاية السجن، لكن مش المرض كمان، مش لا، ربنا قال له تكفيك نعمتي، تمتحان يا بولس، خليك شاطر زي ما تعودنا، قوتي في الضعف تكمل. كله في الآخر هيوصل صح. أختم وأقول لم تصيبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يعني ربنا بيمتحن عياله، بس حسبها كويس قوي إن الامتحان في الآخر يفيدك ما يضركش. لازم في لحظة تحس إنه امتحان تقيل واختبار صعب وأعلى من مستواك، وحاسس إنك فشلت وما نجحتش، كل ده مرحليا، في الآخر هتطلع كسبان، فما تخافش، لأنه يعطي مع التجربة، سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمله، the way of escape، يعني بيحط لك حتة كده مخرج تتنفس منه. ممكن يبقى صلاة، ممكن يبقى شخص روحي، ممكن تبقى رسالتك في الحياة، لكن لازم يحوط عليك في وقت التجربة. لما نتقابل في السماء كلنا بنعمة ربنا هنقابل الناس دول كلهم، كل واحد منهم له حكاية، حضرتك هيبقى لك حكاية، حكاية اختبارات وامتحانات عدت عليك على قدك، بس في الآخر تفاجأ أنك طالع ناجح وموفق، ورغم ما بيحسبش ربنا الملاحق والسقطات، ما بتتحسبش، بتتشال من الرصيد، يفضل كله في الآخر نجاحك هو اللي قدام ربنا. عشان كده القديس بولس يقول إيه؟ أيا كانت الاختبارات أو الامتحانات، يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وحط شوية من أشكال الامتحانات، الشدة tribulation، distress ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف، هو ده شوية من الايه امتحانات والاختبارات. قال ما تخافوش، الحاجات دي كلها سيف، بتقلب سيف بالانجليش، يعني مصلحتكم في الآخر، كما هو مكتوب حتى لو وصلت من أجلك نمات كل النهار، حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يبقى الامتحانات بتاعتنا لينا مش علينا، لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا. معانا 10 دقايق قبل البريك، فهنعملها اجتماع صلاة عشان السودان، لأنه قلبنا وجعنا على حبايبنا وإخواتنا اللي في السودان، فاسمحوا لنا إيه نعمل اجتماع صلاة، لأنه برضو في ناس مشاركان على البرودكاست أو على اللايف ستريمينج، يعني كتر خيرهم، فيبقى فرصة نصلي كلنا مع بعض. تفضلوا نصلي. هتاخد 10 دقايق، ربع ساعة ماكسيما، ويبقى معاكو 35 دقيقة. بعد كده في الانجليش سيشن، فتقدروا ترتاحوا بعد كده. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية
علي ارجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب واسمع لنداء الغفران جاي اتوب راجع للاب الحنان واثق ان انا لي كان راجع للاب الحنان واثق ليا مكان بذنوبي انا راجع بدموعي انا راجع واثق ان انا ليا مكان واثق ان ليا مكان جاي لك بخطر عمري اللي انا قضى في انيني جاي لك خطايا سنيني عمري دقت مرار البعد قسيت واتمنيت ارجع ليك عمت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك راجع للقابل واثق ان انا ليا مكان راجع للقابل نان واثق ان انا ليا بدموعي انا راجع بدموعي انا راجع واثق ان انا ليا مكان واثق كل واحد يشكر ربنا انه تجارب في حياته اقل من غيره ويشكره على النعم والستر. فيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عاجلا يحيي ويطفئ فيخجل قلبي بحب العجيب وحين يطول الليل أراه يضيء أمامي الطريق ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا فكيف أظنه لا يستجيب يزلزل أسوار سجن العتيد ويعطي لنفسي سلاما عجيب ويسكب زيتا وماء وخمرا يضمد جرحي إلى أن يطيب رأيته ينظر من فوق الصليب ويرقب رجوعي بعيد ودمه كنبع شفاء وحبا حياة وبرا لمن يريد فكيف
أظنه لا يستجيب، فكيف أظنه لا يستجيب؟ وفيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب، يحل قيودي ويطفي اللهيب، بيده فيصنع عهدا جديد، يظل أمينا وديعا قريب. قلبي بحب العجيب، وحين يطول الليل الرهيب أرى يضيء أمامي الطريق، ويفتح أمامي بابا جديد، فكيف أظنه لا يستجيب؟ فكيف لا يستجيب؟ يطمئن خوفي، ينير السبيل، له سلطانا على المستحيل، يكفف دمعي ويرفع حملي على كتفيه بطول المسير. نظرت إليه بعين العبيد، فمال إلي كأب رحيم، يهرع لعوني ويعرف وجعي، ويدعوني بين البنين، فكيف أظنه لا يستجيب؟ فكيف أظنه لا يستجيب؟ وفيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب، يحل قيودي ويطفي اللهيب، بيده فهو عهدا جديد، يظل أمينا وديعا قريب. جيلو قلبي بحب العجيب، وحين يطول الليل الرهيب أراه يضيء أمامي الطريق، ويفتح أمامي بابا جديد، فكيف أظنه لا يستجيب؟ فكيف أظنه لا يستجيب؟ حد يصلي لحبايبنا في السودان، ربنا يناجي شعبه. رحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط رحمنا ارحمنا الله مخلصنا ارحمنا الله ثم رحمنا يوم إلهنا الطيب، نشكرك
أشكرك يا رب على العمر اللي عشناه، أشكرك على كل ساعة فيه، أشكرك على صبرك علينا واحتمالك وطول أناتك، أشكرك على الأيام الحلوة والبركات اللي ما نستاهلهاش، أشكرك على الناس اللي حطتهم في دايرتنا وحياتنا، ونشكرك على الامتحانات يا رب اللي بتقربنا منك وتفتح عينينا تكشف لنا جمالك وتصحينا وتفوقنا وتصغر العالم في عينينا. أشكرك يا رب لأنه كل اللي بتعمله بيطلع حلو وخير، مش دايما نفهم لكن لازم نفهم في الآخر. نترجاك يا رب زد إيماننا، ثبت إيماننا، خلي ثقتنا فيك يا رب ما تتهزش مع كل موجة وكل ريح، كل خبر، كل ضغط من بره أو من جوه. ادينا ثقة أنك أنت أبونا وإلهنا وكل اللي بتعمله للخير، لأنك جئت وفديتنا، اخترت يا رب تتعذب عشان تريحنا وتتذل عشان نتمجد معاك. ادينا قلب طري زي قلبك يا رب، يحب الناس ويعذر الناس ويستر عليهم، قلب واسع زي قلبك يراعي كل الناس البعيدة قبل القريبة ويريد خلاصهم ويشتهي انهم الكل يعرفوك يا رب ويرجعوا لك. حرك قلبنا يا رب عشان نحبك اكتر ونحب الناس اكتر. حبايبنا المتألمين يا رب في السودان وفي كل مكان، خفف ألمهم يا رب، مد ايدك وتدخل، لانك صانع عجائب ولا يعصر عليك امر. تنقل جبال وتغير كل شيء عشان خاطر أولادك. ملناش يا رب دلة بسبب كثرة خطايانا وضعفاتنا، لكن كل حبايبك ملائكة وأنبياء ورسل وشهداء وقديسين وعلى رأسهم أم النور، ليهم دلة عندك وشفاعة، وقيمة لصلواتهم وصراخهم أمامك من أجل المعذبين واللاجئين والمطرودين، من أجل الفقراء والمحتاجين، من أجل المزلولين في أجسادهم، المسجونين والمديونين، المدمنين، المعوقين، المكتئبين، البعيدين عنك، الملحدين، المقاومين لمعرفتك، التائهين في الحياة، كل أصحاب التجارب التقيلة والمشاكل الصعبة، الحل عندك يا رب في إيدك وحدك، ونحوك أعيننا لأننا لا نعرف ماذا نفعل. ثبت إيماننا ورجاءنا فيك، قوينا على غربتنا وقوينا على نفسنا، صلح طبعنا رب نبقى شبهك ونشهد لك، ارفع المكيال من فوق المنارة، خلي النور بتاعك يبان وشعبك يتمجد في كل مكان ويشاور عليك والكل يعرفك يا رب، مفيش مستحيل عندك. يا من ارتفعت على الصليب لتجذب إليك الجميع، ساعدنا يا رب في خدمتنا لنجذب لك الجميع، ونبقى مستعدين نتصلب معاك ونقوم معاك من أجل خلاص الكل. بارك بيوتنا، بارك أولادنا، بارك أحبائنا، اذكر يا رب صرخات كل المتألمين، وارحم العالم اللي بيعند معاك وبيحب الشر والظلمة. اذكر يا رب اللي سألونا نذكرهم أمامك، كل واحد في تعبه ومشاكله، من أجل كل قديسيك اسمعنا لما نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، اغفر لنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربة، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك. تعيشوا وتصلوا، لو حد هينام بدري بكرة حسب البرنامج القداس 6:30 رفع بخور باكر، من 7 الحمل، فما تتأخروش.
تسعة ونص في English lecture، وبعد كده يمكن شوية تسبحة نص ساعة.